ما نادى ربنا جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن كله بياء النداء؟ ما قال له قط يا محمد أبدا، مع أنه جل جلاله نادى على كل الرسل والأنبياء بأسمائهم مجرد بياء النداء. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، لكن ائتني بآية واحدة في القرآن الكريم كله. قال جل وعلا يا محمد أبدا، وإنما قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وإنما قال يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وإنما نادى عليه بصفته يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وما ذكر اسمه مجردا إلا وقرنه بصفة النبوة والرسالة محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ثم تأتي الآيات التي يبين فيها ربنا قدر نبينا، فيقول جل وعلا مبينا أنه زكاه في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، زكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، زكاه في صدقه فقال وما ينطق عن الهوى، زكاه في معلمه قال علمه شديد القوى، زكاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، زكاه في طهره فقال ووضعنا عنك وزرك، زكاه في ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك، زكاه في حلمه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، زكاه كله فقال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين.